السلام عليكم. دكتور سليل الراوي جراح أخصائي من الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد. اليوم نشرح لكم على حالة غريبة، مريضة تعاني من 5 سنوات من آلام في العظام شديدة جدا ولم تشخص، ولحسن الحظ مرت على أحد أطباء الإندوكرين وسوالها الباراثايرويد هرمون والكالسيوم ولم تشخص أيضا، إلى أن جت إلينا وسوينا لها الكولين سكان. هذا الكولين سكان واضح جدا أنه اكتشف غدة جارة الدرقية موجودة في داخل الصدر، وهذا هو الموضوع الأساسي في العملية. لم تكتشف في كل التحاليل والأشعات السابقة. زين، الوضعية حولناها إلى المرحلة الثانية، سوينا لها هاي ريزوليوشن ألترا ساوند، وبالهاي ريزوليوشن ألترا ساوند 3 سنتيمتر غدة جارة الدرقية، المريضة immediately خضعت إلى عملية. العملية لم تتجاوز مدتها 7 دقائق. المريضة بعد العملية سوينا لها ألترا ساوند وشوفون إنه راحت الغدة الجارة الدرقية. المريضة وراء ما خلصنا الموضوع، الجرح لا يزيد عن 1 سنتيمتر. المريضة تعافي وراء 2 ساعة من العملية. الأعراض اختفت completely بصورة كاملة بعد العملية، وجدت في اليوم الثاني طلعت من المستشفى والمريضة تعافت بصورة تامة. وأسبوع سوينا لها السيستمي بسكان، الغدة الجارة الدرقية اختفت تماما. وبهذا نؤكد لك أن الجراحة المثلى والMDT المتكامل في جراحة الأورام السرطانية للغدة الدرقية والجارة الدرقية يكون من طريق التيم المتكامل في هذا العلاج. وشكرا دكتور سدير الراوي، جراح أخصائي من الولايات المتحدة الأمريكية في جراحة الأورام السرطانية، وشكرا.